أحياء احترقت بالكامل ومنازل اختفت تماما والناس يهربون من ألسنة اللهب. في حرائق هائلة جديدة ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يتم إطفاء خامس حريق غابات في التاريخ ويغطي مساحة تزيد عن 1600 كيلومتر مربع، ويعمل أكثر من 6000 من رجال الإطفاء بالفعل على إخماد الحريق. ولكن بسبب الطقس الجاف والرياح تستمر مساحتها في النمو بسرعة، وبداية حرائق جديدة في مدينة كولي في واشنطن في أكبر حقل خاص للقمح والحبوب في الولاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن أدى حريق المنتزه المشتعل إلى تدمير 75,000 فدان خلال 24 ساعة فقط، حيث وصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق غابات ينتشر سريعا مما أجبر أكثر من 8000 شخص على مغادرة منازلهم بعد أن اشتعل أكثر من 240 حريقا في جميع أنحاء الولاية بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت المنطقة. كما نشرت فرق الإطفاء أكثر من 1200 عنصرا لمكافحة الحريق الذي لم تتمكن من السيطرة عليه، وأصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا من كثرة خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخية وهبوب الرياح القوية. ويقول العلماء أن موجات الحر المتكررة هي علامة من ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن دمر الحريق أكثر من 220 مبنى حتى الآن، ويتعرض الآلاف للتهديد. وصدرت أوامر إخلاء في مقاطعات وتم إرسال تعزيزات من عدة مناطق، وأصدرت الأرصاد الجوية إنذارا باللون الأحمر بسبب رياح قوية قد تعزز تمدد الحريق. ويشهد الغرب الأمريكي منذ يونيو الماضي موجات حر أدت إلى جفاف الغطاء النباتي مما يساعد على انتشار النيران، وتشتعل حاليا مئات الحرائق في كل أنحاء المنطقة مثل ولاية أوريغون. كما اشتعلت حرائق جديدة في مدينة كولي في واشنطن في أكبر حقل خاص للقمح والحبوب في الولاية.